السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعي ومتابعات قناة مشوار العمر. هنتكلم في فيديو النهاردة عن فنانين من محافظة الشرقية، بس قبل ما نبدأ الفيديو ياريت تصلي على الحبيب محمد، ولو أول مرة على قناتي اعملوا اشتراك اللي بالأحمر تحت الفيديو وفعلوا زرار الجرس. الفنانة دلال عبد العزيز، تاريخ الميلاد 17 يناير 1960، تاريخ الوفاة 7 أغسطس 2021، تبلغ من العمر 61 سنة. الفنانة سمية يوسف أحمد الألفي، تاريخ الميلاد 23 يوليو 1953، تبلغ من العمر 70 سنة، أبو كبير محافظة الشرقية. الفنان أحمد سالم، تاريخ الميلاد 20 فبراير 1910، أبو كبير محافظة الشرقية. الفنان السيد بدير، تاريخ الميلاد 11 يناير 1915، مواليد محافظة الشرقية. الفنان أحمد زكي متولي عبد الرحمن بدوي، تاريخ الميلاد 18 نوفمبر 1949، من الزقازيق. الفنانة غادة محمد عبد الرازق، تاريخ الميلاد 6 يوليو 1970، العمر 52 سنة، محافظة الشرقية. أحمد فؤاد نجم، تاريخ الميلاد 22 مايو 1929، الشرقية، تاريخ الوفاة 3 ديسمبر 2013، يبلغ من العمر 84 سنة. الفنان محمد عبد الفتاح محمد عبد العزيز هلال، تاريخ الميلاد 20 مارس 1980، العمر 43 سنة، فقوس محافظة الشرقية. الفنان عبد الله حمدي الحسيني غيث، تاريخ الميلاد 28 يناير 1930، مواليد محافظة الشرقية. الفنان محمد شكري سرحان، تاريخ الميلاد 13 مارس 1925، مواليد محافظة الشرقية. الفنان رشدي سعيد حسن بغدادي أباظة، تاريخ الميلاد 3 أغسطس 1926، مواليد الزقازيق، مصر. الفنان أنور إسماعيل، تاريخ الميلاد 1 أغسطس 1929، محافظة الشرقية. الفنان عبد الحليم علي إسماعيل شبانة، تاريخ الميلاد 21 يونيو 1929، محافظة الشرقية. الفنانة عزيزة حلمي، تاريخ الميلاد 6 يونيو 1929، الزقازيق، المملكة المصرية. فاطمة عبد الرحمن صالح، تاريخ الميلاد 18 مارس 1962، العمر 61 سنة، الشرقية، مصر. الفنانة فاطمة أحمد كمال شاكر، تاريخ الميلاد 8 فبراير 1931، محافظة الشرقية. استنوني في فيديو جديد على قناة مشوار العمر، ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك واشتراك للقناة وتفعلوا زرار الجرس علشان كل الجديد يوصل لكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.